يقول هذا السائل يا شيخ، إنشاد الشعر في المسجد ما حكمه؟ لا بأس بذلك. الشعر النزيه الذي ليس فيه معنى سيء لا بأس أن ينشد في المسجد، وقد أنشد حسان رضي الله عنه عند الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، أنشد عليه عند أنشد عند الرسول أشعاره في المسجد، وهذا لا بأس به بشرط أن يكون الشعر نزيها وطيبا كشعر حسان رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.